جولتنا الفنية والثقافية لليوم منبلشها من إهدن، واليوم الافتتاح لمهرجان إهدنيات مع أمسية بعنوان سيني كونسير، وهي أمسية موجهة أو تحية للسينما والموسيقى المحلية والعالمية، عمل من إخراج جورج خباز وأوركسترا ضخمة بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي. معزوفي رح يكون في نجوم يكونوا سوربريز يطلعوا يغنوا من أغاني الأفلام، رح يكون في أوماج لمخرجين لبنانيين راحلين. المراحل اللي بيمرق فيها الإنسان مرقة بالأفلام، في أفلام العلاقة بالطفولة، سينما باراديزو، المراهقة مثل إنديانا جونز، بالخيال بالستار وورز، بالواقع اللي عم نعيشه مثل ميزيرابل، بالحب مثل روميو جولييت، بتاريخنا الثقافي سفر برليك مثلا، في أفلام محلية موسيقتها أخذت جوائز عالميا مثل كراميل، مثل هلأ لوان، مثل غادي. منتابع مع مواعيدنا وإلى الأرز، كمان مهرجانات الأرز الدولية يلي بتفتتح فعالياتها لهالسنة اليوم بأمسية بعنوان أو بأوبرات غنائية بعنوان الأرزي. الأرزي أوبرات من كلمات نزار فرانسيس وتأليف موسيقي لميشيل فاضل ومجموعة من الفنانين اللبنانيين يلي يحب يشاركوا بتأدية هالأوبرات مثل غسان صليبة، معين شريف، رامي عياش، وليد توفيق، ملحم زين، زين العمر، نجوى كرم يلي بنسمع لها ومنرجع منتابع. لكن بالإضافة لكل الأسامي اللي ذكرتها كمان عبير نعمي، تانيا أسيس، نانسي عجرم، جوزيف عطية وإليا فرانسيس رح بيشاركوا بها الأوبرات. ننتقل إلى الدامور، وبإطار مهرجانات الدامور موعد بخمسة آب مع الفنان رامي عياش. ننتقل إلى بيت الدين، بالإضافة إلى فعاليات مهرجانات بيت الدين الدولية، لوبام رح بيقدموا أمسية فنية بستة آب، طبعا هالأوركسترا المؤلفة من شباب وصبايا. ننتقل إلى ميروبا، ولجنة مهرجانات ميروبا أعلنت عن البرنامج لصيف 2017، والافتتاح رح بيكون ب 18 آب مع الفنان مروان خوري. وأحلى عروس بهالدني صارت على لي، ريتو يسلم هالقد صرتي مرتي عن جد، أنا مش عم صدق حالي، نوم الهنا قومي نامي نامي وحطي راسك على كتفي، بكره صباحك خير وحب. من ميروبا إلى العقورة يلي عم تحتفل بمهرجانات التفاح، طبعا رح بيكون في نشاطات كتيرة ومن ضمنها مواعيد فنية، واليوم موعد مع الفنانة ألين لحود. ننتقل إلى جبال، وكابريولي فيلم فيستيفال بينتقل مثل العادة كل سنة إلى جبال لنسخة صيفية، وهيدي السنة الرابعة لهالمهرجان بنسخته الصيفية. المواعيد رح بيكون بتسعة وعشرة آب على الساعة 8 المساء على الطريق الروماني القديم. ننتقل إلى عمشيت، وعنوان اليوم لعرض مسرحي رائس بيحمل عنوان من حروف مع الكوريغراف بيير جعجع، وذلك بإطار مهرجان عمشيت اللي بتنظمه جمعية تراث قيم الشرق، هالعمل من إخراج عماد شبلي.
منتقل إلى غسطى، وضمن مواعيد مهرجانات غسطى موعد ب 26 آب مع الفنان وائل كفوري. ننتقل إلى دهور شوير، وبإطار فعاليات مهرجان عيد المغتربين، موعد اليوم مع أمسية بتحمل عنوان تعا ما ننسى. هالأمسية هي تحية للموسيقار ملحم بركات وللأغنية اللبنانية. غناء رح بيكون لساندي لطي وملهم خلف، وهالعمل فكرة وإعداد أدهم الدمشقي. الموعد اليوم على الساعة 8 المساء بفندق الأصوف. تشرق لمين لمين أنا مين شمسك قادني من بعدك لمين لمين أنا مين الزهر فين. ومننتقل إلى بتلون، يلي رح تستقبل من 3 إلى 5 آب مهرجان بيتضمن كل شيء من تراث من حرف ونشاطات كتيرة. المعرض لكينا بيفتح أبوابه ب 3 آب وبيستمر لغاية 5 آب. هيك من بتلون منكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية. رح ننتقل مرة جديدة لعند جوال لناخد فكرة أكثر عن وضع الطرقات. معنا المشغل الياس حصان من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله بخير، أنتو كيف؟ الحمد لله. يعني اليوم السبت لازم شوي تكون الحركة أخف من باقي الأيام. تفضل. مضبوط. منبلش بحركة السير على المدخل الشمالي لمدينة بيروت اللي هو نهر الكلب. حركة السير طبيعية باتجاه عنط الياس، كمان حركة السير طبيعية. منشوف طريق البحرية عنط الياس فهو أقل من طبيعية. نعم. منشوف نهر الموت، حركة السير طبيعية باتجاه الفورم، حركة السير أيضا طبيعية. منشوف شوية ضغط باتجاه الكارانتينا، وصولا إلى الصيف اللي هو وسط المدينة كمان حركة السير أقل من طبيعية. أما بالنسبة لبولفار سن الفيل على تقاطع الألماظة، حركة السير طبيعية باتجاه الصالومة بتضلها طبيعية، وصولا إلى جسر الواطي بتصير شوية ناشطة بسبب الأشغال. ننتقل لمدخل الجنوب لمدينة بيروت اللي هو سبورت سيتي، حركة السير طبيعية باتجاه الكولا، أيضا حركة السير طبيعية. بنشوف شوية ضغط على المستديرة بسبب توقف الباصات. أما بالنسبة لصائب سلام كمان حركة السير طبيعية. ننتقل للمدخل الشرقي لمدينة بيروت اللي هو الصياد، حركة السير أقل من طبيعية باتجاه الجسر الأوتوستراد تبعو الرئيس أمين لحود، حركة السير أقل من طبيعية. بنشوف سوا كمان العدلية، حركة السير أقل من طبيعية. هيدا بالنسبة لحال الطرقات. نعم. لابد من الإشارة أنه تسجل عنا خلال 24 ساعة الماضية 11 حادث نتج عنه القتيل و14 جريح. في عنا القتيل هو صدم بجديد تشطورة. أما بالنسبة للمخالفات السرعة الزائدة الرادار، تسجل عنا 1032 مخالفة بال24 ساعة الماضية. كما بنتمنى من جميع السائقين التزام قانون السير وخاصة الإشارات الضوئية ووضع حزام الأمان وعدم استغلال حركة السير الطبيعية من أجل السرعة حفاظا على سلامتهم. مظبوط. مطلوب منهم يتابعونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر @TMC لبنان أو على الفيسبوك غرفة تحكم المرور اللي نفيدهم كل جديد عن وضع الطرقات. لمعرفة إذا في عجقة معين كان بالحدث زحلة طرابلس والغازية، فين يتابعون عبر الويب سايت www.tmo.gov.lb. هيدا كل شيء حتى الساعة. أوكي، يعطيك ألف عافية. نحن بكرة بنحكيكم. بريك جديد بحلقتنا ومنرجع.